حقيقة المحتوى في عالم الإعلام المرئي والإعلام الإذاعي في غاية الأهمية، مع أنه دخل عليه وسبق في بعض الخطوات الإعلام اللي هو خلينا نقول الإعلام الجديد ومشتقاته كاملة، ولكن ما زال الإعلام المرئي له سوقه وله جمهوره، والمميز منه جالسين الناس يشوفونه في اليوتيوب ويتابعونه، فما زال حضور الناس تريد أن ترى، ولذلك كما يقال الصورة بألف كلمة. فنقول المحتوى المرئي متى ما أجاد الصناعة وجد الجمهور. وماذا نقصد بأجاد الصناعة؟ بمعنى كان فيه جودة، أنه الناس تبغى الشيء القصير، تبغى الشيء ذو الكواليتي العالي جدا في دقة التصوير، في شغلات أيضا الحبكة الدرامية، الحبكة في المحتوى، هذه كلها أمور تجعل الجاذبية عالية في عالم المحتوى المرئي والإذاعي، ومرة ثانية إجادة الصنعة. دائما دبي سباقة في عالم الإعلام، وشكر خاص لشركة إندكس على تنظيم مثل هذه الفعالية، فعالية رائعة مميزة، ليست العبرة بكثرة المشاركين وإن كان هم كثر، ولكن ما شاء الله بجودة المحتوى الذي يقدمونه. هناك شركات كثير عالمية وأيضا عربية وأيضا خليجية من جميع الأماكن. رأينا أيضا تنافس في ناحية القوالب، قوالب الأنيميشن حاضرة، الدراما، البرامج وغيرها كلها متنوعة وحاضرة، فهذا فيما يتعلق في المؤتمر بصفة عامة. أما على الجلسات الحوارية، حضرت والله الحمد أغلب جلسات اليوم الأول كانت مميزة، كان حضور من جهات يمثلونها ذات ثقل عالي جدا، فعلا اختيار كان موفق، ونتمنى إن شاء الله تعالى المزيد من النجاح. يبدو أن المحتوى الترفيهي هو الغالب في العالم العربي، المحتوى الترفيهي الذي يكون فيه شيء يعني من سعة الصدر حنا نسميها عندنا، فالمحتوى الترفيهي له أهمية، ثم يأتي المحتوى الرياضي والدراما والآرت والفن والموسيقى، وأيضا المحتوى التعليمي له اهتمام بدرجة كبيرة، وأتمنى أنه يتقدم أكثر وأكثر بإذن الله.